أظن أنك راح نتكلم على مباراة الكأس، مباراة خاصة، مباراة نهائي قبل الأوان، فريق شبيبة وفريق شباب الوزداد فيه عناد، وهذا شيء إيجابي. تمنينا لو أن في أدوار متقدمة طحنا معهم، ولكن راح نستغلوا احنا ماذا بينا نستغلوا هذه الفترة النهائية لمرحلة الذهاب باش نركزوا أكثر على 4 مقابلات اللي بقاو لنا، نحضروا مرحلة العودة. التحضير لمرحلة العودة راك راح تلعب مقابلة الكأس، إن شاء الله تكون يعني جيدة إيجابية باش نمشيو إلى أبعد حد في هذه الكأس هذه. ربما تعيينك كمدير رياضي نادي شبيبة القبائل في مرحلة ربما نستطيع قولنا حساسة، نشوف أن الفريق الموسم الماضي عانى ربما حتى الجولتين الأخيرتين من ضمن البقاء رسميا في رابطة المختلفة الأولى. هذا العام ربما هذا الموسم أنصار شبيبة ربما راهي طامعة ولو في مشاركة قارية الموسم القادم. نعم، يعني من حقهم الأنصار، من حقهم يطالبونا، من حق لهم انهم يتكلموا ويقولوا انهم راح نجي باش نجيبوا لاعبين في مستوى الشبيبه. احنا نعرفوا نوعا ما المستوى الحالي تاع الشبيبه، فيه كما يقول لك تعزيزات اللي لابد منها، تدعيمات اللي لابد منها. احنا نقف بكل تركيز، بكل مسؤولية، بكل روح المسؤولية، لأن مانيش نغامر في مرحلة حساسة بثلاثة أو 5 لاعبين باش نجيبوا أي كان إلى شبيبة القبائل اللي ما يستاهلش هذا كما يقولوا القميص اللي تعدوا عليه أجيال وأجيال. هذا قميص اللي عنده قيمة كبيرة، فنحن ان شاء الله سنقف، ونظن حتى يعني شركه موبيليس كما يقول لك وفرت لنا كامل الامور وتشجع فينا باش نمشيو الى الامام. ان شاء الله احنا اهدافنا اهداف مناصرين. شفنا استخدامات اللي قامت بها الاداره الصائفه من ربما بعد انطلاق ما عنده شوف ردت شوف يعني اليوم ربما المطلوب منكم انكم ما تقعوش في نفس الخاطر. احنا ان شاء الله نصحوا امورنا اولا، قلت لك نصحوا نديروا نهائيه ال4 مباريات هذو نكملوهم، وحنا بقدر ما نركزوا على المباريات رانا ثاني في اطار تاع ترتيبات داخل البيت. ماذا بنا ان شاء الله تكون، احنا ثقتنا كبيره في هذا الفريق وبقدر ثقه الانصار، لان انصار شبيبه في مباراه مولوديه العاصمه فرحونا، رغم يعني بلا كاين ناس ما كانتش متفائله بتحقيقنا نتيجه ايجابيه، ورغم ذلك جاوا امنوا بالفريق تاعهم. نحييهم ان شاء الله، ما أعيدهم هو الوقوف على كل صغيرة وكبيرة في الفريق والنجاح بإذن الله. سؤال آخر، هل ربما درتوا الفيديو تاع الطريق بالنسبة لهذا الميركاتو؟ أظن اليوم 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 راك تخدم في إطار كما يقول لك ممنهج، في شركة كبيرة عملاقة راك تكون بقدر هذه الشركة موبيليس. اليوم فيه أطر لداخل الفريق لتبني هذا المنهج هذا، احنا ان شاء الله نزيدوا نعطيه الإضافة تاعنا. شكرا.